بدي، فاليوم راح نتكلم عن برنامج جديد اللي هو الانديزاين. شنو هو الانديزاين؟ الانديزاين برنامج تبع شركة ادوب اللي احنا استخدمنا منها الفوتوشوب، في عندهم الستريتر، عندهم برامج وايد ثانية واغلبهم بنفس الطريقة. فاذا تعرفون حق الفوتوشوب فتعرفون اساسيات الانديزاين، اساسيات الستريتر وغيره. فهاي البرنامج الانديزاين يستخدم اكثر شيء حق البابليكيشن، سواء كنت انا بطبع كتاب، بطبع بروشور، فلاير، بورتفوليو، سي في، بزنس كاردز، اي شيء ابي اسويه از بي دي اف او ابي اطبع. حتى لو بي دي اف بنطرشه حق احد، في لينكس يقدرون يسوون كليك على اللينكس ويفتحونهم، في فيديوز كبرزنتيشن، كله نقدر نسويه عن طريق الانديزاين. فراح اراويكم اكزامبلز على بعض الببليكيشنز. فهذه بعض الامثله على ببليكيشنز تتسوى بالانديزاين. فالهدف من الانديزاين انه هو راح يسهل لي الشغل، اقدر ان انا اجهز هذه اللي اوت واستخدمها حق كذا صفحة، نفس ما جايفين هذه الصفحة وهذه الصفحة نفس الشيء، وأقدر أثبت مكان الكتابة، أثبت التصميم الصفحة نفسها، وبعدين أسوي لها كوبي أز تمبلت تنحط على أي صفحة، وأقدر أنا أملي كل صفحة بالمعلومات اللي أبيها. أوكي، هذه بعد أمثلة ثانية. فكل هاي الأشياء ممكن نحن نسويها عن طريق الإنديزاين. في شنو بتستفيدون منه؟ مثلا أنتوا عندكم الحين السنة الجاية عندكم بروجكت التخرج graduation، فراح تسوون الكتاب. الكتاب تقدرون تستفيدون من الانديزاين انه يسهل لكم وايد تصميم الكتاب، وبسرعة تقدرون تسوون فل حق كل الانفورميشن وتجهزونه حق الطباعة. اوكي، حق بعد ما تتخرجون بتشتغلون مثلا على البورتفوليو مالكم، السي في مع البورتفوليو شغلكم، شلون ترتبونه؟ بترتبونه عن طريق الانديزاين. البانرز اللي تسوونهم حق الجوري تقدرون تسوونهم عن طريق الانديزاين، فتجهزون البانر كامل في الانديزاين وتحطون، لان الانديزاين يمكن لينك اكثر من ملف حق الانديزاين بدون ما يكون ثقيل. فاذا بسوي ديزاين حق البانر مثلا، اقدر هذه الصوره بدل ما احط صوره احط ملف فوتوشوب، فراح يراويني اياها كصوره، وهذه الملف اي وقت عدلت فيه بتعدل اوتوماتيكلي في الانديزاين. فنقدر نربط كل الالمنت سواء كان فوتوشوب فايل، الستريتر فايل، بي دي اف، صور، اي شيء نقدر نربطهم بالانديزاين، يكون لهم لينك واي وقت عدلنا عليهم يتعدلوا. اوكي، شغله ثانيه، مثلا عندي سبمشن حق ديزاين معين، فبدل ما اروح احط على كل الصور لوجو في المكتب او بحط عليهم معلومات معينة، رقم الصفحة، whatever، نقدر نحن نجهزهم عن طريق هاي الدوكيمنت. فمثلا الدوكيمنت جاهز عندي صفحات ماستر بيجز، هذول الماستر بيجز هم اللي راح استخدمهم كتمبلت، اجهز التمبلت. فانا جهزت هني هذه التمبلت في اللوجو راح ينحط على الصفحة، في مكان حق الصورة، مكان حق التكست، اسم الصفحة ورقم الصفحة نفسها، ومكان حق الجراوند فلور مثلا. فمجرد ما احط هذه التمبلت او هذه الماستر بيج على اي واحده من الصفحات، راح يعطيني دايركت مكان انا اقدر اسحب فيه واحط فيه الصوره اللي ابيها. الكتابه راح تكون مكانها جاهز، مجرد انا امليها او احطها حق كل سكشن مسمى بروحه. رقم الصفحه اوتوماتيكلي بيحط لي اياه، والجراوند فلور نفس الشيء. صفحه ثانيه كلهم عليهم نفس الماستر بيج، يسهل لي الشغل. حتى اللوجو موجود على كل صورة، ما يحتاج ان انا ابطل كل صورة بالفوتوشوب واحط عليها اللوجو. تمام، فهذه من الاشياء اللي راح تسهل الشغل. حتى اللي يشتغلون على مثلا عقود او ترتيب حق اي اشياء ثانية في المكتب، فمثلا اذا عندي دوكيمنت في العقد، مجرد ما انا اعدل في مكان اسم الكلاينت اللي انا حددته، عدلت اسم الكلاينت خلاص، اي مكان مكتوب في اسم الكلاينت راح يتعدل دايركتلي. فنحط سيت اب جاهز في البدايه، يكون في الاشياء اللي نبيها تتكرر في اكثر من صفحه. فمثلا يكون عندنا البروجكت تايب، لوكيشن، كلاينت نيم، فون نمبر وغيره.
فمجرد ما نسوي هاي الأمور أوتوماتيكلي راح تكون موجودة في كل الصفحات تتعدل، ما داعي أروح أدور كل مكان شنو الشيء اللي أنا أبي أعدله فيه. فهو بيسيكلي راح يسهل لي أي بروسيس أبي أسوي، سواء كان دوكيمنت، سواء كان ماجازين، فلايرز، بروشور، بزنس كارد، أي شيء أبي أسوي راح يسهل لي. تمام؟ الحين راح نبدي نشتغل على السوفت وير نفسه. فأول ما أفتح الإنديزاين في عندي هني نيو فايل أو فايل ونيو دوكيمنت أو كنترول وإن، نفس أي برنامج كنترول إن يفتح لي نيو دوكيمنت. في الإنديزاين لما أفتح النيو دوكيمنت راح تطلع عندي هاي السيتينجز اللي راح نعدل عليها، ودائما أول خطوة نسويها نحط صح هني على بريفيو علشان يراويني الدوكيمنت نفسه. والحين بنبدي نختار، ففي عندي يا ان انا اعدل المعلومات هني بروحي او بروح اختار واحد من البريسيتس الجاهزة. ففي البرنت مثلا في عندي هذه البريسيتس، اقدر اختار A4 فراح يعطيني A4، A3، ونقدر ان احنا نحط البريسيتس خاصة فينا. ففي عندي بريسيتس حق البرنت جاهزة، بريسيت حق الويب اذا انا عندي اشياء حق ويب سايت او حق سكرين، وفي عندي اشياء حق الموبايل، بريسيت حق الموبايل فاذا انا ابي سايز الصفحه يكون اي سايز من هاي الديفايسز اقدر ان انا اختار اوتوماتيكلي بيعطيني حجم الديفايس مع الريزولوشن مع كل شيء جاهز حق الفون. فانا الحين ابي اسوي مثلا برنت وراح اختار A4. بعد ما اختار الـ A4 اقدر ابدي اعدل هني على السيتنجز اللي ابيها. فاول شغلة راح اغير اليونت حق مليمتر عشان كل الارقام تكون واضحة. ثاني شيء انا عندي الـ Width والـ Height، من هني اقدر اختار الـ Orientation، هل انا ابي يكون Portrait او Landscape. مثلا بختار Landscape. عدد الصفحات طبعا بعدين نقدر ان احنا نزيد صفحات زيادة، بس مثلا خلينا نفرض ان انا ببدي بثمان صفحات. راح نشوف إن بعد ما أنا سويتهم هني ثمان صفحات بينوا عندي البيجز، فعندي بيج 1 بعدين 2 و 3 مع بعض، 4 و 5 مع بعض، 6 و 7 مع بعض، وآخر شيء 8. هذه إذا إحنا قاعدين نشتغل على ماجازين مثلاً. فإذا أنا أبي الصفحات يكونون بهالطريقة راح أختار facing pages. إذا شلت الصح عن facing pages خلاص كل صفحة بروحها، نفس اللي شفناهم من شوي نقدر نحنا نشوف كل صفحة بروحها في الـ PDF، ما يكونون two pages جاهزين حق طباعة. اوكي، الستارت نمبر رقم اول صفحة. احيانا انا بشتغل مثلا من صفحة واحد لصفحة 20، شخص ثاني بيكمل على شغلي بيشتغل من صفحة 21 لـ30، فما له داعي ان احنا نروح نعدل ارقام الصفحات اوتوماتيكلي حق كل صفحة عشان نقدر ندمجهم مع بعض. لا، مجرد ما انا احط هني رقم الصفحة اللي ابي فراح يبديلي من صفحة واحد أو راح يبديلي من صفحة 10 مثلا، فراح نشوف إن الصفحات تغير الحين رقمها. فجاهز حق أي شيء أبي أدمجه بعدين، خلاص ما أحتاج إن أنا أعدل. بعد ما نعدل من الستاب اللي نبي، هني عندي الأرقام اللي راح تساعدني كجايدلاينز في الدوكيمنت. فأول شغلة عندنا اللي هي الكولومز، أقدر أزيد عدد الكولومز، فمثلا بحط 3 كولومز. خلنا نسوي مرة ثانية. فالثري كولومز راح يكونون بهالطريقة، فهذول كلهم الخطوط اللي قاعدة تطلع على الدوكيمنت مجرد guidelines ما بتنطبع، بس تساعدني ان انا ارتب الشغل. فمثلا ابيهم يكونون ثلاثة اقسام، اقدر احدد المسافة بينهم، طبعا اذا انا غيرت حق مليمترز هني بيكون الرقم بالمليمتر، فمثلا راح احط 10 مليمتر، صار عندي المسافة بين كل عمود والثاني سنتيمتر واحد. في عندي المارجنز أطراف الصفحة، وهاي المارجنز أقدر أحددها على حسب اللي أبدي، فمثلا بعد بخليهم 10 فتغير. طبعا مجرد ما أغير واحد في المارجن كل الأطراف راح تصير نفس الشيء. إذا أبي مثلا هذا الطرف يكون مختلف أقدر أشيل اللينك من هنا، فأقدر أغير كل واحد بروحه. فعندي توب بوتوم، هل أسويهم facing pages بتشوفون أنه
الأسامي بدل ما كانت top bottom left right صار top bottom inside و outside. فانسايد الصفحة نفسها يمكن أنا هني عندي binding، ليش إحنا نترك هاي المارجن؟ أقدر إن أنا أحط فيه صورة، أقدر أحط فيه لون معين، لكن لما أني نطبع أحياناً البرينتر تتحرك فيه الورقة، فهذه الجزئية في احتمال إنه ينقص منها part، فما نحط فيها أي شيء مهم، نترك هاي المارجن يكون مصمم من ضمن الصفحة، لكن ما نخلي فيه أي تكست، أي كتابة أو أي شيء مهم ما نبي إنه يضيع علينا في الطباعة. نفس الشيء هني أنا راح أسوي binding مثلاً حق الكتاب. فإذا بسوي binding ما أبي هاي الأطراف تنقص، فراح أزيد المسافة بدل 1 سنتيمتر في الانسايد راح أحطه مثلاً 2 سنتيمتر أو 20 مليمتر، صارت عندي هني مسافة أكبر. ونفس الشيء الكولومز تقسمه بطريقة متساوية. في عندي البليد والسلاج. البليد خلينا نحطه هني مثلاً، بحط 10 بعد، راح أشوف إنه صار عندي بوردر على أطراف الصفحة. نفس ما قلنا من شوي لما نطبع أحياناً الصفحة تتحرك، فلو نقص جزء من فوق الجزء الزيادة اللي بيبقى تحت راح يتم بلون أبيض مثلاً، لون الورقة الأصلي. فعادةً شو نسوي؟ خصوصاً لما نطبع أكثر من نسخة، لما بنطبع مثلاً 100 نسخة، 200 نسخة، ما بينطبعون على أوراق A4، بينطبعون على شيت واحدة كاملة وبعدين بتقصصون. فعشان أضمن إن البوردرز عندي تكون في السيف سايد، ما يصير عندي هني طرف أبيض، إذا حطيت أي صورة راح أسوي لها إكستند شوي برا للبليد، عشان أضمن إن ما يكون في عندي أي إشوز في الأطراف. السلاك نفس الشيء، أقدر إن أحط بسويهم لينك عشان نشوف، فأقدر أحدد مثلاً أبي 5، فراح يحط لي هذه البوردر 5. فأنتوا تقدرون تحطون هذول الجايد لاينز على حسب اللي أنتوا تبونهم. راح أسوي كليك على كرييت. قبل لا أسوي كليك على كرييت، إذا أنا أحتاج هاي الدوكيومنت أو هاي البريست أبي يكون ثابت عندي موجود كل مرة، أقدر أسوي كليك هني على سيف دوكيومنت بريست. فبختار الاسم اللي أبيه، مثلاً عندي A4 landscape 3 columns. خلاص يكون جاهز عندي في وين؟ في saved presets. فلما أروح حق saved presets راح أحصل هذول الأوبشنز جاهزين، أقدر أختار أي واحد أبيه، كل settings بتكون نفس ما هي، وأحط هني اسم الدوكيمنت، فمثلاً خلينا نقول sample، وبعدين بسوي كليك على create، فتح لي document بنفس settings بنفس كل شيء اخترته وصار عندي في البريسيت. تمام، الحين لما نبدي نشتغل على الصفحة، طبعا شفتوا هنا لانه انا اخترت صفحة 10، فاول صفحة صارت مع ثاني صفحة، لان لو كان عندي صفحات من 1 لـ 9 لما اوصل 10 و11 بيكونون ويا بعض، ما بيكون في عندي صفحة في البداية. نبدي نشتغل على أو بدي نشوف التولز اللي موجودة عندنا. فوق في عندي settings موجودة دائماً تكون موجودة، وأحياناً لما أختار أحد من هاي التولز أو أختار object تزيد هذه settings وينضاف عليها options خاصة بال object اللي اخترته. هني في عندي التولز اللي راح نستخدمهم على اليسار، وعلى اليمين في عندي الويندوز اللي راح نفتحهم حق الاوبشنز الزياده اللي نبيهم. ففي عندي البيجز اللي فيها فوق قسم حق البارنت بيج او الماستر بيج، وقسم في الصفحات نفسها، واقدر هني ازيد صفحات فبلس وراح يزيد لي صفحات. اوكي، واقدر نفس الشيء اسوي ديليت حق صفحه او حق سبريد كامل، فاقدر اختار الصفحه نفسها واسوي لها ديليت، او اقدر اختار السبريد واسوي لها ديليت. هني في عندي بعد تولز زيادة، أي واحد من الويندوز تحتاجونه ومو موجود تقدرون تروحون حق ويندو وتختارونه وراح ينفتح ويكون موجود عندكم. إحنا فأنا أوريدي صفيت الأشياء اللي أبيها. طبعا بعد ما تعرفون البرنامج يعني باي نكست ويك خلاص تعرفون كل الأشياء اللي تحتاجونها ترتبونها، وبعد ما ترتبونهم بتروحون تسوونهم سيف أز نيو ورك سبيس، وبسوي كليك وبسميه بالاسم اللي أبيه، وبعدين بسوي كليك على اوكي. فخلاص هذه الورك سبيس صار جاهز.
إذا رحت هني في عندي أكثر من workspace أقدر أغيرهم. فمثلا إذا بشتغل على book واختار book، وراح يسهل لي، راح يطلع لي الأوبشنز اللي أحتاجهم. فأحتاج مثلا الإندكس حق الفهرس which is بيسوي لي automatically، أحتاج مثلا الهايبر لينكس عشان أسوي كليك على أي لينكس أبيهم، بوك ماركس وغيره. إذا بشتغل على interactive PDF بروح بختار interactive PDF، فبيطلع لي البانلز اللي أحتاجها حق هاي الشيء، فبيطلع لي كل الأشياء اللي لها علاقة بالinteractive، البوتنز، الفورمز، لينكس وغيره. أنا الحين راح أراجع نفس ما كان، فبروح بختار البريست مالي ورجع لي اياهم. اني حق التولز، بالنسبة حق التولز قبل ان بدي بالتولز، زوم ان زوم اوت، كنترول بلس، كنترول ماينس او الت وسكرول عشان اسوي زوم ان زوم اوت، كنترول وسكرول عشان اسوي زوم او اسوي سكرول يمين ويسار. اوكي، وطبعا السكرول العادي حق فوق وتحت. فالت على الكيبورد كنترول بلس حق زوم ان، كنترول ماينس حق زوم اوت، كنترول زيرو عشان يسوي لي زوم على الدوكيومنت كله، وكنترول 1 عشان يراويني الصفحه كامله. فكنترول زيرو حق ال 100%، كنترول 1 يراويني الصفحه كامله. تمام، فانا اذا في هالصفحه كنترول 0 سوالي عليها زوم 100%، كنترول 1 لا رواني اياها كامل بالبوردرز وكل شيء فت تو سكرين. اني حق التولز في عندي اول واحد اللي هو السلكشن تول والشورت كت ماله V، نفس الفوتوشوب. فV حق السلكت، واي اوبجكت عندي اقدر اسوي له سلكت. في عندي الدايركت سلكشن تول، وهذه الدايركت سلكشن تول نفس فكرة الفيرتكس في 3D Max، أقدر أتحكم بكل نقطة عندي. فمثلا لو استخدمت هني عندي الريكتانجل تول واختصارها M، أقدر أرسم ريكتانجل، وهذول الجايدلاينز اللي حطيتهم راح يصيرون نفس السناب، أقدر أسوي لهم سناب مثلا من هني لهذا الخط. وما أبي يكون مثلا مسافة عشوائية، لا أبي يكون لنص الصفحة. بمجرد ما أوصل لنص الصفحة راح يطلع لي هاي الخط، فصار عندي ريكتانجل من بداية الكولوم لنهايته لنص الصفحة. ومن الأوبشنز اللي أقدر أغيرها هني فوق اللي هو لون الأوبجكت، فأختار الفل. دائما في عندي تو كولرز، واحد حق الفل أختار الفل كولر، وواحد حق الستروك اللي هو طرف الشكل أو البوردر لاين اللي على الشكل. فلما اروح حق السلكت اقدر اسوي سلكت واقدر احرك. طبعا دائما بتطلع عندي هاي الجايد لاينز، فسنتر الكولوم، سنتر الصفحه، طرف الكولوم، نص الصفحه، فكل هذول الجايد لاينز راح تطلع اوتوماتيكلي. الدايركت سلكشن تول لا، اقدر اروح اختار كل نقطه واحركها، فبحرك هذه النقطه مثلا، بحرك هذه النقطه، بسوي ديليت حق واحدة من النقاط، أو أرجعها. طبعا إذا سويت ديليت حق واحدة من هاي البوينتس شنو بيصير عندي؟ راح يصير عندي فراغ من ناحية شنو؟ البوردر. فالبورد الخط هذي موجود، المسافة اللي داخله راح يصير لها فل، البوردر نفسه خل أزيد الثيكنس راح يكون بهاي الطريقة. تمام؟ نفس الشيء بعض الفيرتيسز نقدر ان احنا نغيرهم نسويهم كيرفد، فنقدر نتحكم حتى في الهاندلز نفس ما كنا نسوي في اللاين في ال 3D Max. اوكي، في عندي البيج تول، فلما اختار اقدر اتحكم بالدايمنشنز الصفحه، اقدر اغير المقاس، اقدر اغير السايد هوريزونتال فيرتيكال وغيره. في عندي الجاب او البيج جاب، وهذه اقدر اتحكم فيه على اي جاب معين. مثلا خلينا نقول ان انا عندي ريكتانجل ثاني هني، وابيهم ابي هذه المسافه بين هذه الريكتانجل وهذه الريكتانجل تتم نفس الشيء، لكن ابي اغير
مكان السبيسينج، فبسوي كليك ودراج، مسافة بتتم ثابتة والأوبجكت بيصير لها مسكين، وهذا الشيء حق أي مسافة، سواء كان بين two objects، بين object وبداية الصفحة، بين object وبداية الصفحة من فوق مثلاً، فأقدر أتحكم في المسافة تتم ثابتة وأبدي أحرك الأوبجكت. أوكي؟ في عندي type tool، type عشان نكتب text، وراح ندش بكل details التكست بعدين. في عندي line عشان أرسم line. line هذه عادي straight، وفي له settings وايد نقدر نتحكم فيها، فأقدر أتحكم طبعاً ما في fill لأنه هو line بس، فأقدر أروح أختار اللون اللي أبي، أقدر أعدل على setting stroke نفسه، أزيد thickness، وأقدر أغير النوع. عشان أعدل في الستروك، عشان أعدل في هاي السيتينجز، في عندنا هني ويندو خاصة بالستروك. إذا مو موجودة عندكم تقدرون تروحون حق ويندو وتطلعونها من هنا، فأسوي كليك عليها راح تطلع فيها سيتينجز وايد. منها أول شيء الويت اللي هو الثيكنس حق الخط نفسه، عندي الكاب أطراف الخط، خل أرجع النوع حق سوليد. أطراف هذه اللاين اللي رسمتها، هل أنا أبيها تكون خلاص straight نفس كذي، أو أبيها تكون curve، أو أبي يكون في extension بعد نهاية اللاين. أوكي، نفس الشيء بالنسبة حق الجوينز، يعني الحين هني عندنا في rectangle، وراح أزيد الويت، أقدر الأطراف أسويهم curve أو أسويهم chamfered على حسب اللي أبي. الستروك نفسه، هل أنا أبي يكون aligned to center أطراف الشكل، أبي aligned داخل الشكل أو برا الشكل، بعد أقدر أتحكم فيه من هنا. التايب قلنا نقدر نغيره على حسب الشكل اللي نبيه. الإند والستارت نقدر نغيرهم، فأقدر أحط مثلا الستارت يكون بار، أقدر أختار يكون سيركل، الإند أقدر أختار إنه يكون مثلا أرو، وأقدر أتحكم بالسكيل عن طريق هني، فبحط السكيل مثلا بدل ما يكون 100% بحطه 40% فبيصغر. نفس الشيء الجهة الثانية أقدر أحطه 40%، وبسوي مثلا بهالطريقة بقلل المسافة لما أعدل الشكل على حسب اللي أبي. وحتى الالايمنت حق الارو وحق السيركل اقدر اغيره، فبدل ما يكونون داخل الخط اخليهم على برا. تمام، فهذه بالنسبة حق الستروك. فغير اللاين في عندي الاشكال اللي موجودة هني، اللي هي الريكتانجل، الالبس، ريكتانجل استخدمناه، الالبس والبوليجون. واي واحد من هذه الاشكال سواء كان لاين او واحد من ذلين، لما اسوي كليك على الشفت راح يعطيني المربع كامل من كل الجهات بنفس المقاس. واذا سويت بس كليك بدون كليك ودراج عشان احط المربع، راح يطلع لي هاي الويندو اللي اقدر اكتب فيها المقاسات. مثلا بكتب 30، طبعا الحين اليونت بالبوينتس، بكتب مثلا 30 mm، وبكتب هني بعد 30 بعد المقاس، فأكتب 30 وأكتب اليونت عقبه، أوتوماتيكلي راح يحولها حق البوينت، فراح يعطيني مربع مقاسه 30 × 30. أوكي، نفس الشيء إذا كنت قاعدة أشتغل في الألبس، فكذي راح ينرسم عادي كليك ودراج. إذا سويت كليك على الشفت راح يعطيني اياه as a circle، ونفس الشيء حق الريكتانجل، حق السيركل، حق البوليجون. انا شفت راح اثبت انه هي سيركل، والت مكان اللي انا سويت كليك راح يكون هو السنتر. اوكي، فالت راح يحدد لي السنتر، يبدي من مكان ما انا سويت كليك. بدون الالت لا، هذه بداية الدائرة واحدد النهاية وين انا ابيها. اوكي، نفس الشيء هني حق البوليجون، فكليك
بعدين شفت إذا أبي أثبت البوليجون، إذا ما أبي عادي ما يفرق عندي أقدر أحط اللي أبي. وألت إذا أنا أبي السنتر يبدي من مكان ما أنا سويت كليك. وراح تلاحظون وأنا أرسم قاعد تطلع لي جايد لاينز، فهني لنهاية المربع، هني لنهاية المربع الثاني، في عندي aligned مع center الخط، المقاس هني مثلا صار عندي المقاس حق المربع أو حق البوليجون نفس مقاس المربع اللي فوق، فعندي خطين أخضر تحتهم، أوكي؟ فأقدر أتحكم لما أوصل حق اللابي الارتفاع وغيره. دائما راح تطلع لي هاي الجايد لاينز واحنا قاعدين نشتغل. غير اللاين في عندي البن تول. البن تول نفس فكرة اللاين في ال 3 دي ماكس او الاس بي لاين في الاوتوكاد. فخلي بس نمسح بارت اوف ذا لين عشان نقدر نشتغل. باخذ اللاين وببدي اسوي كليك كليك كليك. خل ازيد بس الثيكنس عشان يبين. اذا بس سويت كليك راح يعطيني ستريت لاينز، اذا كليك ودراج راح يعطيني كيرف، وراح يبدي يصير عندي هاندلز، وهاي الهاندلز نقدر نتحكم فيهم على حسب اللي احنا نبي بعدين. فصار عندي هاي الشيء. ونفس الشيء اقدر اتحكم بالستروك، اقدر اتحكم باللون، اقدر اتحكم بالثيكنس وكل دي. وفي نفس الوقت اقدر اروح حق الدايركت سيلكشن تول وابدي اختار كل فيرتكس واحركها على حسب اللي ابي. واذا ابي احرك الهاندل اقدر احرك الهاندل، ازيد الكيرف، احركه لما اوصل حق الشكل اللي ابي. تمام. وهاي الاشكال اللي قاعد نحطها او اي صورة او اي تكس او اي شيء نقدر ان احنا نوصله للصفحة الثانية، فبعدين لما نطبعهم تكون الصفحات كلها متواصلة مع بعض. لحد الحين سهل؟ تبون تجربون هاي الأشياء ولا نكمل؟ تمام، جربوهم عيل 10 minutes ونكمل على باقي التولز. اللي يشتغلون على الأجهزة الجامعة أعتقد للحين ما نزلوا أي نسخة جديدة، فراح يكون عندكم CS5 وهو وايد قديم، احنا الحين في 2022. فلما تكون تنزلون البرنامج على اجهزتكم نزلوا نسخة جديدة. طبعا ما راح وايد يعني راح يكون في فرق اكيد في الشكل في اماكن كل شيء، بس تقريبا الفانكشنز الاساسية نفسها موجودة. في اشياء بعدين ندخل فيها بديتيلز ما بتحصلونها. اي سنة تبينها؟ بس يكون اخر سنوات انا اللي قاعد اشرح عليها هي اخر فيرجن موجود.
تكلمنا عن التولز، في عندنا بعد من التولز اللي راح نستخدمها اللي هو ال فريم تول. هذا الفريم شنو راح تسوي؟ راح نجهز فيها فريم بأي شكل من هاي الأشكال، ركتانجل أو إليبس أو بوليجون، وراح نستخدمهم عشان نحط فيهم أي صور نبيها. فمثلا أنا أقدر أحدد هني أب في هاي المنطقة، واوتوماتيكلي صار سناب حق الكورنر نفس ما قلنا. أبي أحدد فريم معين، هذا الفريم راح يتحط لي عليه علامة اكس، وأقدر أحط فيه أي شيء أبي، أي صورة أبيها، أي دوكيمنت أبي. فخلينا نروح مثلا هني نشوف إذا عندنا عندنا صور. كيف راح أروح حق فولدر الماتيريالز اللي كنا نشتغل فيه، وبختار صورة معينة بسحبها وبحطها على الريكتانجل، فأوتوماتيكلي صارت فت داخل الريكتانجل. هذه الصورة الأصلية فيها ديتيلز أكثر من اللي احنا شايفينه، لأن هذه الصورة مكبرة، مو هي نفس الحجم اللي أنا عندي يا حق الصورة الأصلية. فأقدر أتحكم بمقاس الفريم وين أنا أبي الصورة تبين، وأقدر أسوي دبل كليك ويطلع لي الصورة نفسها. بتشوفون ان عندي هذه الفريم اللي باللون البني او الاورنج، راح يبين لي الصورة نفسها. اقدر اسوي لها سكيل، اقدر اكبرها اصغرها داخل الفريم، راح تبين بس في الفريم، فما راح تبين باقي الاجزاء اللي اكبر من الفريم، ما راح تبين. اقدر بعد من السيتنجز اللي عندي اللي تسهل علي ان اتحكم بمقاس الصورة او بسكيل الصورة، هذه السيتنجز اللي موجودة هني. فاول شغلة عندي fit frame proportionally، شنو بيصير؟ الصورة راح تصير لها تتكبر لما تصير fit في الفريم. فحتى لو انا كانت عندي صورة مثلا اصغر بهالطريقة، اوكي، مجرد ما اسوي كليك على fit frame proportionally راح تتكبر على قد الفريم بالضبط، والزيادة راح يكون خلاص موجود برا لكن ما راح يبين. ثاني option هو fit content proportionally، يعني شنو؟ يعني الصورة كاملة تبين، ما لي علاقة هي اوكي بتكون داخل الفريم، لكن مو مهم لو صار عندي اطراف زيادة في الفريم تكون فاضية، المهم الصورة نفسها تبين. فبيسوي لي fit حق الصورة كاملة داخل الفريم، والزيادة الاطراف خلاص بتتم فاضية. تمام؟ واضحين هذول الاثنين؟ في عندي fit content to frame، وهاي الشيء شو يسوي؟ راح يغير ال proportion مال الصورة، ال image aspect ratio، راح يسوي لها scale بهالطريقة. أنا الحين راح أسوي manually، راح يسوي لها scale، يسحب الصورة على ما لما تصير fit على الفريم، فالصورة كلها تبين لكن مو نفس ال image aspect الأصلي، لا صار لها scale. ففي أشياء راح تكون مسحبة، ما راح تكون بالضبط نفس الصورة الأصلية. فهذه إذا سويت fit content to frame من هنا. ثاني ثالث واحد في عندي، إذا مثلا الصورة بهالحجم أقدر أروح حق fit frame to content، فراح يصغر لي حجم الفريم عشان يصير قد الصورة. فأحين راح أشوف إن الفريم تغير مقاسة، صار قد الصورة. اوكي، فخلنا نكبر الصورة مرة ثانية، نكبر الفريم، فبسوي دبل كليك عشان افتح الصورة اتحكم فيها، دبل كليك مرة ثانية اتحكم بالفريم، الفريم باللون الازرق، الصورة باللون البني او الاورنج. فالحين انا حطيت هذه الفريم بوصله مثلا حق نص الصفحة. فاول اوبشن راح يكبر لي الصورة نفس ما هي، يكبرها، الطول والعرض بيتم ثابت بس بيكبرون لما تصير فت داخل الفريم. ثاني اوبشن الصورة كلها بتبين داخل الفريم، واي مسافات بقت فوق او تحت او يمين او يسار بتمون فاضيين. ثالث اوبشن لا، راح يسوي سكيل حق الصورة بالطول او بالعرض لما تصير كلها تبين داخل الفريم. رابع اوبشن أنا عندي الصورة بالمقاس اللي أنا أبي داخل الفريم، بروح أسوي fit في أي مساحات فاضية راح تنشال، راح يصير الفريم
فت حق الصورة. تمام؟ إذا أنا بدخل أكثر من صورة، أقدر في البداية أجهز إن أنا مثلاً أبي هذه الفريم هني للسنتر، أبي فريم مثلاً هني لنص هذه الفريم، أبي فريم ثالث يبدي من هني ليه مثلاً. حددت الفريمز والحين باي حق فايل وبليس وأختار الصورة اللي أبيها، أو بروح حق الفولدر بختار الصور، مثلا بختار هذه هذه وبسحبهم وبحطهم. لما راح أشوف إنه مكتوب على الصورة عدد الصور عندي 3، وأقدر أسوي كليك على كل فريم وتنضاف الصورة داخل الفريم نفسه. تمام؟ إذا رجعت باك باك باك، الصور كلها للحين موجودة، أقدر أرجع أسوي كليك بالطريقة اللي أنا أبيها. أقدر بعد الحين أنا مثلا عندي هذه الصورة ما أبيها، أبي الصورة اللي عقبها، أقدر أحرك بالأروز على الكيبورد بختار هذه الصورة مثلا وبحطها هنا، بغير أبي هذه الصورة أي واحدة فيهم وأسوي كليك هنا، أي واحدة هذه خلاص آخر واحدة وبحطها. ونفس الشيء أقدر أختار كل الفريمز ثلاثتهم واروح اختار مثلا فت بهاي الطريقة، فصار لهم كلهم فت. ابي ابدل هذه الصورة، ابي احط صورة ثانية، دبل كليك عليها فتحت الصورة مو الفريم وديليت، فالفريم بتم فاضي نفس ما هو، اقدر ارد اسحب اي صورة واحطها داخله. هذول الصور مو جي بي جي، ف راح تنحط اوتوماتيكلي راح يصير لها اخر اوبشن اخترته اللي هو فيل فريم بروبورشن. تمام؟ هذه اذا انا كنت مسويه الفريمز مجهزتهم ودخلت الصور. اذا ما كنت مجهزه فريمز بس جيت ودخلت الصور شنو بيصير؟ بختار هذول الثلاثه بسحبهم وبحطهم. أقدر أسوي كليك وأحط أول صورة، كليك وأسحب، ونفس الطريقة درايف ودروب، حطيتهم ثلاثتهم، أوكي؟ وبعدين أقدر طبعاً أحركهم أسوي فيهم اللي أبي. إذا أبيهم ثلاثتهم يكونون موجودين بالتساوي، أو حتى إذا مثلاً خلينا ندخل أول شيء ثلاثة، لما أجي أدخلهم بسوي كليك ودرايف، مثلاً راح أبدي من هذه الفريم من هني، بعدين قبل لا أحط البوينت اللي في الأخير أنا للحين مسوية كليك، بحرك بالأرو يمين ويسار، فراح يقسم لي الويندو حق ثلاثة أقسام متساوية، وباي بحطهم هني مثلا، حطيتهم صار عندي ثلاث فريمات بالتساوي وداخل كل واحد فيهم صورة. مرة ثانية، هالمرة بدل ثلاثة راح أحط 1 2 3 4 5 6 مثلا، بسحبهم وبحطهم هنا، صار عندي 6 صور كليك ودراج. فأنا أبي من ثاني كولوم ليه هني، بس ما بسوي كليك، لا قبل لا أسوي كليك بسوي شيفت بالآرو، أو بسوي كليك على الآرو على السهم على الكيبورد، فصار عندي الحين قسمين صورتين. بعد صار عندي 3 4 5 6، أو بخليهم مثلا بس 2، برجع باك بالسهم، فسهم يمين بيزيد سهم اليسار بيقلل. أقدر أختار فوق وتحت بعد عشان أزيد روز، فعندي الكولومز وعندي روز، أحدد مثلا أبي 2 في 3، وبعدين أحدد المسافة لوين أبي الصور توصل وأخليها، فصار عندي كل هاي الفريمز بالتساوي. وبعدين أقدر أعدل الأوبشن اللي أبي. واضح هاي البوينت؟ جربوا لي يا بليز، شوفوا إذا يضبط معاكم ولا لا.
اليوم احنا محاضرتنا لمتى؟ 10:30 صح؟ اوكي مشكلة. في وين الكوز؟ 15؟ ما أعرف، بنحاول نخلص من وقت عشان يمديكم تروحوا. عند البوابة في المملكة. أوكي، هنكمل عيال. فاحنا الحين كل اللي ضفناهم لحد الحين عبارة عن صور، بس قلنا نقدر ان احنا نضيف فوتوشوب فايلز بعد او الستريتر فايلز. فاذا راح ضفت الحين فريم، وهاي الفريم راح اضيف فيه فوتوشوب فايل. انا اوريدي عندي فوتوشوب فايل كنت مجهزته من قبل، فعندي هذه الفوتوشوب فايل بسحبها وبحطها هنا، ونفس الشيء راح يصير داخل هذه الفريم، وأقدر أختار الأوبشن اللي أبي. فبي حق السلكت بختار الفريم وبروح أسوي له فت. أي صورة أبي أعدلها أو أي ملف أبي أعدله، سواء كان فوتوشوب إلستريتر، لما أسوي على كليك كنترول ودبل كليك، ألت ودبل كليك، راح يفتح لي الفايل اللي حاطته بالبرنامج الديفولت اللي عندي في الجهاز. فأنا الديفولت عندي إن الصور تتبطل بالفوتو فيور، لكن الفوتوشوب فايل ألت دبل كليك عليه راح يفتح لي بالفوتوشوب. وإذا عدلت أي شيء على هاي الملف بالفوتوشوب وسويت له سيف، أوتوماتيكلي راح يصير له أبديت في الإنديزاين. ما له داعي أروح أسوي له أبديت هني أو أمسحه وأرد أجيب الملف الجديد، لا خلاص بروحه يتعدل. فألت دبل كليك وبينفتح عندي بالفوتوشوب باللايرز بكل شيء، نفس الملف اللي انا مسويته سيف في الجهاز، واقدر اعدل اللي ابي. فمثلا راح اخذ هذه، او خلينا نضيف مثلا الباك جراوند، بروح بحط فيها لون معين، بس اسوي لها سيف راح اشوف انه راح يتعدل دايركتلي عندي في الانديزاين. فما له داعي ان انا ارد اعدل هناك واسوي سيف وارد اجيب هني، خلاص كل شيء لينك. حتى هذه الصور الحين اذا انا رحت حق هذه الصور اي واحدة فيهم، خلينا نروح حق فوتوشوب فايل اوبن وبفتح اي واحدة من هذه الصور بالفوتوشوب وبعدلها. فخلينا نروح حق ماتيريالز مابس ونختار مثلا هذه الصورة. ممكن سويت لها مثلا انفرت، بيت سويت لها سيف، نفس الصورة نفس الاسم نفس كل شيء. لما اي هني حق الصورة نفسها ما راح تتغير، لكن صار عندي هذه العلامة هني، اوكي، علامة الدينجر الموجودة هني. ونفس الشيء تحت كتب لي ان عندي ايرور. فهذه الايرور اذا انا بعرف، اذا انا ما اعرف وين الايرور، انا عندي وايد صفحات ما اعرف وين في عندي ايرور، اقدر اسوي دبل كليك على الايرور بيطلع لي البري فلايت ويندو، ومن هني حق اللينكس، هذه اول ايرور لينكس موديفايد لينك. فعندي هذه الصوره في صفحه 15 واقدر اسوي كليك عليها دايركت توديني حق الصوره. فهذه الصوره موديفايد، صار في تعديل لازم يتعدل. فشلون اعدله؟ راح اروح حق ويندو اللينكس اللي موجود عندي هني، واذا مو موجود طبعا نفس ما قلنا بنروح حق ويندو وبنفتح اي شيء ميسنج وبينحط عندي. ففي ويندو لينكس راح يحط لي لينك حق كل الصور او كل الملفات استخدمتهم، فوتوشوب صور او اي شيء ثاني. فعند هذه الصوره راح اشوف هذه العلامه، مجرد ما اسوي دبل كليك عليها راح يصير لي ابديت حق الصوره، تمام. وأي صورة عندي هنا أو أي ملف عندي أي لينك أقدر أسوي له ريفرش أو أبديت إذا يحتاج أبديتينج. أقدر أسوي كليك على Edit Original عشان يفتحها بالبرنامج وأعدله، أو نفس ما قلنا من ساعة Alt ودبل كليك دايركت على الملف.
اقدر ان اروح حق اللينك، فمثلا بختار هذه الصورة go to link، فراح يوديني حق اللينك عشان اشوف الصورة. واقدر اروح اجيب صورة من او اسوي ريلينك حق هذه الصورة، فالحين هذه الصورة بروح بسوي لها ريلينك وبختار صورة ثانية بدلها، فاوتوماتيكلي راح تتغير خلاص. ومو بس هني بتتغير، اذا انا عندي نسخة من هذه الصورة نفسها في اكثر من صفحة كلهم بيتغيرون بنفس الطريقة، وما احتاج كل مرة اروح اعدل على كل الصور، خلاص يكونون جاهزين. اوكي، إذا جبت صورة من النت فمثلا راح أروح أسوي search حق guitar، وبروح بأخذ هذه الصورة مثلا، نروح حق الصور بسوي لها copy، ما سويتها save في الجهاز، copy و paste. فموجودة عندي الصورة حاليا، لكن هذه الصورة عبارة عن صورة بدون لينك. إذا رحت حق اللينكس هني ما راح أحصلها، لأن هي مو ملف موجود في الجهاز. لا خلاص، هذه هي الصورة، ما أقدر إن أنا أسوي فيها أي شيء، أو ما أقدر إن أنا أجيبها من أي مكان. بحطها مثلا بحطها. إذا أبي أي واحدة من هذول الصور أسويهم بنفس الطريقة، أبي أشيل اللينك منها أخليها بس مجرد داخل ملف اللي هو embed حق الامج، اقدر اروح اسوي لها embedding. اوكي، فبختار اي لينك ابي وبسوي لها embed link. لما اختار هاي الاوبشن خلاص هذه الصورة ما راح تصير لينك حق الملف اللي موجود عندي في الجهاز، اذا غيرت فيه اي شيء ما راح يتغير هني. لكن إذا طرشت الانديزاين حق أي أحد بدون ما طرش للصور الأصلية راح تطلع عنده الصور عادي، لأن يعني الانديزاين نفس فكرة الـ 3D Max. مثلا الماتيريالز في الـ 3D Max الـ IES إذا حركنا مكانهم بيصيرون missing، نفس الشيء في الانديزاين، فلازم كل شيء يتم مكانه. إذا ما أبيهم يصيرون missing أقدر أروح right click وأسوي كليك على embed link، فخلاص هذه الصورة الحين embedded، طلعت لي هذه العلامة. فلو رحت غيرت أي شيء في الصورة الأصلية، خلينا نروح حق الصورة الأصلية open، وبروح بختار الصورة وغيرت فيها أي شيء، Ctrl U مثلا وغيرت أي شيء، سويت لها save، ما راح يطلع لي أي تغيير هني، ولا راح يطلع لي دينجر، ولا اقدر ان انا اعدل اي شيء. اذا ابي اسوي لها لينك مره ثانيه لازم اروح حق ريلينك وارد اختار الصوره مره ثانيه عشان ترجع عندي از لينك، راح الامبيدنج الحين. فاحيانا بنطلب منكم انكم تسوون امبيد حق كل اللينكس عقب ما تخلصون شغل، عشان لما تطرشون لنا اياهم ما يصير عندكم اي شيء ميسنج لما نسوي بريفيو حق الملف. اوكي، فبختار كل شيء، كليك على الاوبشن وامبيد لينك، خلاص صاروا الحين مو لينك حق الجهاز ولا حق الملف ولا حق اي شيء، مجرد صور موجوده. لكن شغله يمكن تخسرونها اللي هو الريزولوشن، فاذا باي بكبر او بصغر في احتمال اخسر الريزولوشن. وشغله ثانيه، لان صاروا امبيد صاروا الصور داخل الانديزاين، فمعناته راح يصير الملف عندي اثقل، غير لما كانوا برا بس مجرد قاعده اشوفهم كبريفيو من الملف. تمام، فبكذي نكون خلصنا كل شيء يختص بالإيمجز. في أي سؤال على الإيمجز؟ خلينا ننتقل حق التكست. قبل أن ننتقل حق التكست في شغلة ما تكلمت عنها اللي هي اليونتس حق الملف أو حق الانديزاين. نقدر نروح هني حق Edit Preferences وUnits ونغير اليونتس عشان الرولر اللي عندي هني، عشان اي ارقام احتاجها تكون دايركتلي بالمليمتر. ففي اليونتس راح اغير الرولر يونت حق هوريزونتال، بغيره حق مثلا مليمتر، وفيرتيكالي بغيره حق مليمتر، فهذين الارقام بيتغيرون بالمليمتر. واقدر طبعا اطلع منهم جايدز نفس الفوتوشوب، اطلع جايدز على المسافه اللي انا ابيها. الاذر يونت مثلا حق الستروك
نقدر نحطها بعد بالمليمتر. اوكي، فبهالطريقة خلاص جهزتهم، بسوي كليك على اوكي، فصار عندي احمد. تشوفون هني اليونت صارت مليمتر، هني مليمتر. لما اجي اخذ فريم واسوي كليك راح يطلع لي بالمليمتر عشان احط المقاسات. وحتى هني الرولر خلاص بالمليمتر، والرولر دائما نقدر ان احنا ننزل منه لاين ونحطه على الارتفاع اللي نبيه، او نقدر نحطه بهالطريقة على اللي نبيه. فهذول راح يساعدونا ان شنو، ان احنا نرتب الشغل اكثر كجايد لاينز. كل هاي الجايد لاينز ما راح تكون موجودة في الطباعة، مجرد جايد لاينز موجودة عندي هني تساعدني. اذا انا ابي اشوف البروفيو حق الطباعة بدون كل هالخطوط، اقدر اسوي كليك على W، ف W راح يشيل هاي الجايد لاينز، و W مرة ثانية يرجعهم، فعلى حسب اللي انتو شلون تبون تشوفون. اني حق التكست، بالنسبة حق التكست راح نستخدم هذه التكست تايب تول من هني، اسوي كليك عليها وبدي اسوي كليك ودراج على حسب المكان اللي انا ابي اكتب فيه. فمثلا انا ابي اكتب من هني لهنا، وابي اسوي هاي الكتابة. خلينا نروح نسوي سيرش حق شيء يتعلق بالجيتار ونسوي له بيست. نروح مثلا حق ويكيبيديا وبسوي سيلكت حق هاي التكست. حطيت التكست اللي ابي. طبعا التكست مثل اي برنامج ثاني اقدر ان انا اكتب فيه، راح تطلع لي كل هاي الاوبشنز، لكن الفرق انه في عندي اوبشنز وايد اكثر من البرامج الثانية. ففي عندي نوع الخط، في عندي اللي هو اسم الخط اختار النوع اللي ابي، في عندي ريجولر وبولد وغيره. هل اغير بس النوع هني حق هذا النوع مثلا. في عندي حجم الخط واقدر اختاره، طبعا حجم الخط بيتم بالبوينتس، اذا تبونه بالمليمتر تقدرون تكتبون مليمتر. واقدر طبعا اختار اجزاء معينه، اروح احطها كابيتال لتر كلهم او كابيتال لكن حجمهم اصغر، على فوق على تحت لاين تحت سترايك ثرو وكل هاي الامور. في عندي طبعا حق الباراجراف الالاينمنت، وفي عندي هني راح احصل بعد السبيسينج، فاقدر ازيد السبيسينج على حسب اللي ابي بين الحروف. اوكي، اقدر ازيد السكيل، فعندي السكيل هوريزونتالي وفيرتيكالي، فاذا صغرته راح يصير عندي بهالطريقه، كبرته بتسحب نفس الشيء السكيل هوريزونتالي. الميلان الاوبليك هني مو موجود عندي، او الاتاليك مو موجود عندي، اقدر اغيره هني بالانجل اللي انا ابي. فابي بس 5 degrees راح يصير لي 5 degrees، ابي 40 degrees راح يصير لي 40 degrees. فانا اتحكم ايش كثر ابي الميلان يكون. في عندي اللون، اقدر اختار اللون اللي ابي، وراح نتكلم عن الالوان بعدين، اللي هم هاي اللايبرري اللي احط فيها انا السواتشز اللي خاصة بالمشروع عندي. فاقدر اختار مثلا هاي السواتشز، تمام. نفس الشيء عندي حق الفريم، اذا ابي فريم على التكست نفسه راح يصير عندي بهالطريقة. الفريم تكست نفسه اللي حطيت كتبت فيه بعد اقدر ان انا الونه، او اقدر ان احط له فريم على حسب اليوم، تمام. اذا ابي اوبشنز زياده اقدر افتح من الويندو، افتح هني في التايب اند تيبل اللي هو الكاركتر والباراجراف، نفس الاوبشنز الموجوده فوق، لكن في عندي زياده راح يطلعون لي. فحق الكاركتر اللي هما الكتابه نفسها او الحروف، نوع الخط والبولد ومقاس الخط والمسافة بين الأسطور، السكيلينج وغيره. والباراجراف مختص بالباراجراف نفسه، فهل أنا أبي يكون aligned to center، أبي يكون aligned على صوب، أبي يكون straight،
اوكي، فالالايم يكون فولي على حسب اللي ابي. نفس الشيء بالنسبه حق المسافه حق كل الفقرات، خل اسوي سلكت حق كل شيء، اصغر حجم الخط عشان نشوف باقي الباراجرافز. فعندي كل هذه الفقرات الحين، فكل هاي الباراجرافز اقدر ان انا اتحكم بالمسافه اذا ابيهم يبعدون عن الطرف مثلا مسافه 6 ملم 5 ملم. الطرف الثاني بعد ابي اصغر، اقدر اختار بهاي الطريقه. ابي اول سطر يكون يبدي بعد مسافه معينه، فاقدر اروح ازيد المسافه بهاي الطريقه. اوكي، نفس الشيء نهايه الفقره اذا ابي احط مسافه معينه وغيره. في وايد اوبشنز هني. في عندي الهايبرنيت. الهايبرنيت هي هذه الكلمه الحين ما تكفي هني في السطر، فحط لي نص الكلمه وخط وبعدين كملها تحت. اذا ما ابي هاي الشيء اشيل الصح، فخلاص الكلمات تنكتب كامله، ما ينكتب جزء من الكلمه بس. اوكي، فهاي الاوبشنز موجودين عندنا هني، الكاركترز والباراجرافز. الحين راح تشوفون ان التكست اللي جبتها اكبر من هذه الويندو، فشنو طلع لي؟ طلعت لي علامة بلس هني حمراء، معناته انه، وحتى تحت راح اشوف ان عندي ايرور. لما اروح حق الايرور راح يقول لي ان هذه التكست في عندي اوفر سيت تكست، في عندي تكست زيادة ما كمل. اوكي، فاقدر شو اسوي؟ اقدر اروح اسوي تكست ويندو جديدة، تكست فريم جديدة هني مثلا، وبروح باخذ هذه التكست اسوي كليك على البلس واختار الجديد. فشنو بيصير؟ بيكمل في الجديد. للحين عندي بعد بلس، مو شرط يكون في نفس الصفحه، حتى لو في صفحه ثانيه نفس الشيء اقدر اسويه بنفس الطريقه. سويت فريم جديد، بروح باخذ هذا الفريم بلس وبختار الفريم الجديد اللي سويته، فكمل لي هنا. واي وقت عدلت اي شيء سويت انتر هني، خلاص راح يكمل على تحت كانه تكمله حق الصفحه. تمام. لحد الحين اوكي. الحين تشوفون هاي التكست شلون صاير داش على الجيتار، وابي اترك مثلا مسافه، شنو اقدر اسوي؟ اقدر اروح ارسم الشيب اللي ابيه. فمثلا اي شكل عندي، بروح الحين باخذ البن تول وبدي ارسم كليك دراج عشان يعطيني الكيرف، وبدي ارسم على اطراف اللي انا ما ابي التكست يكون فيها. فبحدد كل الأطراف. هاي اللاين طبعاً، اللاين ويت نقدر نخليه بعدين بدون أي لون، بس مجرد جايد حق التكست. وصلت لآخر شيء، خلاص صار عندي هاي الشكل. الحين هاي الشكل أنا راح أسوي فل بس عشان يكون واضح عندنا، لكن مو مهم. نقدر بعدين نشيل اللون. شو بسوي؟ بروح حق الويندو وبفتح التكست رابينج. انا اوريدي عندي اياه هني، فعندي هذه التكست راب، فبروح حق ويندو وبختار تكست راب، بيفتح عندي هني فوق. شو بسوي الحين؟ بختار الشكل اللي رسمته، شيفت بختار التكست والتكست اللي هني، لان عندي تو تكست. وبعدين راح اروح اسوي كليك على wrap around object shape. فشنو بيصير؟ بيمشي على اطراف هذه الشيب. الحين اذا رحت اخذت الشيب بس وشلت نون حق اللون، نون حق الفريم، ما ابي لون بس ابي يكون كجايد لاين، فراح اشوف ان التكست راح يمشي حوالينا. واي وقت رحت غيرت مكان الفريم، التكست راح يتبع الفريم، ما له علاقه في الصوره انا وين حاطتها. اوكي، لان انا سويت الرابينج على التكست، على الفريم او على الشكل اللي عندي، على الاوبجكت اللي عندي، واقدر انا اغير مكان الصوره. اوكي، فبختار الشكل اللي ابي، مثلا هني بحط بوليجون، فبختار الشكل شفت والفريم، وبروح بختار wrap around الشيب. خل اختارها مرة ثانية، شفت. اوكي،
وراب اراوند. فشنو صار؟ صار عندي هذا السبيسينج اللي موجود. تمام. طبعا نفس ما نشوف الحين لما اجي هني عندي ايرور، اذا جيت هني راح اشوف عندي بلس، فاجين اقدر اروح اخذ تكست فريم جديد احطه في اي مكان ابي واكمل فيه. مثلا ابي اكمل التكست في الصفحه اللي عقب، فمجرد ما اروح هني حق بلس واختار الفريم راح يكمل لي. طبعا الفريم مو شرط يكون على قد الكولوم، هذه على حسب ترتيبكم. يمكن انا واقفه هني واحط تحت صوره ثانيه مثلا، او بحط اي شيء، فحسب الديزاين اللي انتم بتسوونه حق الدوكيومنت. اخر شغله راح نسويها في التكست اللي هو الباراجراف ستايل. نقدر ان احنا نحدد اكثر من باراجراف ستايل يكونون جاهزين عندنا، ونقدر نستخدمهم حتى بعدين حق الفهرس، حق نرتب شغلنا بشكل عام. فاحنا عاده عندنا البيسك باراجراف ستايل، راح اروح اسوي كليك على بلس، اضيف ستايل جديد، وهذه الستايل بسوي دبل كليك عليه، بغير الاسم. فمثلا هذه راح اسميه تايتلز، بروح حق البيسك كاركتر فورمات، بختار نوع الخط وكل الديتيلز المتعلقه بالخط. فمثلا بكبر السايز حق 18. في عندي كل هاي الاوبشنز اللي اقدر اعدل فيها. انا الحين بس بروح حق الكاركتر كلر وبغيره حق اللون اللي ابي. فحطيت هاي التايتلز، بروح بلس وبغير وبسميه مثلا الباراجرافز، او بختار تكست اي اسم تبونه، وبروح حق نفس الشيء اعدل في البيسك كاركترز. وعندي طبعا قلنا كل هاي الديتيلز، الادفانس، التابس، باراجراف رولز، الباراجراف شيدينج، الهايبرنيشن، انا ما ابي مثلا هايبرنيت، جاستيفيكيشن ابي يكون مثلا فولي جاستيفاي، الايند ليفت. بروح حق الكاركتر كلر، بختار اللون اللي ابي مثلا هاي اللون، بسوي كليك على اوكي، واحدد كل الستايلز اللي انا بستخدمهم في الدوكيومنت عندي. فبعدين مجرد ما اروح اختار احدد مثلا هذه هني عندي التايتل، فبروح بختار تايتل، فراح ياخذ نفس السيت اب. خلينا نختار هني تايتل، بروح اشيل الالوان نون عشان ما يصير عندي اي مشكله، وبعدين بس بروح بختار تايتل. فهذه التايتل نحط كلها بنفس السيتنجز تبع التايتل. هني مثلا هذه بعد بروح اختار لهم تايتل. ذلين لا، راح اخليهم في التكست، فراح ياخذون سيت اب او سيتنجز التكست جاهزين. اوكي، الحين اي وقت ابي اغير اي شيء اقدر اروح دايركت حق التايتل مثلا، دبل كليك واغير فيه اي شيء ابي. فبروح حق مثلا ال basic characters بغيرهم حق خط ثاني، فاوتوماتيكلي بتعدل عندي الخط، ما احتاج ان انا اعدل كل شيء في الدوكيومنت. لا، غيرت اللون، كل شيء متعلق بهاي اللون راح يتغير. فدايما الستايلز اللي بثبتها تكون ثابتة، أقدر أستخدمها حوالين الدوكيومنتس كامل، وبعدين أي وقت أبي أروح أعدل في واحد منهم وبتعدل كل شيء. ما له داعي إن أنا أرجع أغير فقرة فقرة أو صفحة صفحة، لا خلاص كلهم يتغيرون من مكان واحد. واضحة فكرة الباراجراف ستايلز؟ أوكي، ونفس الشيء نقدر بعدين نضيف باراجراف ستايلز بنشوفهم المرة الجاية عشان نحدد الفيجرز. مثلا كل اسماء الفيجرز تحت الصور، الفهرس وهالامور، ويعطينا لست جاهزه، واي وقت سويت لها ابديت بتصير ابديت على حسب اليوم. اوكي، بس خل اتاكد اذا في شيء ما غطيناه. هذه البي دي اف راح تحصلونه عندكم في بلاك بورد، هو يتعلق بكل شيء يختص بالديزاين، بالانديزاين، examples how to start، measurements خلصناهم، set up a new document، text to formatting خلصنا، linking text frames together، text wrapping، page numbers
ناخذهم المرة الجاية. براويكم الحين بس الاوتبوت والكلر على السريع قبل لا تمشون. بريفيو قلنا W عشان ننتقل من البريفيو مود حق الجايدز وبدون الجايدز. تيبلز الامور كلها راح نتكلم عنها المرة الجاية. فاخر شغلتين عندي الكلرز. ففي الكلر راح نشوف انه عندي في السواتشز عندي لايبراري، وهذا اللايبراري اللي قاعد تطلع لي في كل مكان. فكل ما افتح ملف جديد بمسح ذلين الكلرز الزيادة واضيف الالوان اللي انا ابيها. فبسوي كليك على بلس، وهذه الالوان راح اروح اغيرها من هنا دبل كليك، واختار نوع الخط نوع اللون CMYK ولا RGB. بس CMYK حق الطباعة، RGB حق السكرين. مفروض هذول خلاص عارفينها. مثلا انا الدوكيمنت مالي RGB، بروح بختار اللون اللي ابيه وبعدين بسوي كليك على اوكي، واقدر اغير الاسم مثلا هني حق بيربل، واروح اسوي نيو ونفس الشيء دبل كليك وبغير اللون. وفكل مره نصف الالوان اللي احنا نبيها. ولما اي استخدم اي شيء مثلا هذه الاوبجكت راح اروح احط الفل بلون البيربل، وهذه بعد راح احطها بلون البيربل. فالدوكيمنت كله راح استخدم فيه الكالر سكيم اللي ثبتته هني في السواتشز. لما ابي اغير الكالر سكيم اي اغير السواتش، بس مجرد ما انا اغيره اوتوماتيكلي راح يتعدل في كل مكان، ما احتاج ان بعد ارد اروح واعدل كل الدوكيمنت. اوكي، فشغله بعد عندي هني الكالرز، اقدر اختار اللون اللي انا ابيه، واقدر اضيف هاي اللون as a swatch add to swatches، فراح ينضاف عندي هني. واقدر انه اسوي دبل كليك على اللون واروح هني حق السامبل واسوي سامبل، اسوي لها دراج وراح احركها لين ما اوصل حق اللون اللي ابيه، ونفس الشيء اسوي له بعدين add to swatches. تمام. اخر شيء عشان نسوي saving حق الدوكيمنت، ففي عندي السيف العادي السيف as، اثنينهم نفس الشيء، وبختار الاسم اللي ابيه وبسوي له save، فراح يصير لي save as an InDesign file. وفي عندي هني الانديزاين 2022 راح يصير فور سيف او CS4 نقدر نختاره بعد. هذه الانديزاين ملف الانديزاين. اذا ابي احوله حق PDF راح اروح حق اكسبورت، وفي الاكسبورت راح اختار نوع PDF او نوع الصيغة اللي انا ابيها، مو شرط PDF، ممكن JPG PNG وغيره. فعندي انتراكتيف PDF وعندي برنت PDF. البرنت هو حق الطباعة، الانتراكتيف إذا أنا حاطة مثلا لينك، إذا أسوي كليك على الانستغرام أوتوماتيكلي يفتح لي الانستغرام، أسوي كليك على الويب سايت يفتح الويب سايت، أو عندي فيديوز مثلا، فكل هالأمور ممكن نحن نسويها، وعندي فورمز بختار فيها تك، بحط تك على الأشياء اللي أبيها وبمليها، فهاي كلهم انتراكتيف. والبرنت اللي هو الأدوب PDF برنت، أحط الاسم اللي أبيه، سيف، تطلع لي الويندو، أختار all pages. هل انا ابيهم يبينون كصفحات كصفحه بروحها ولا سبريدز كل صفحتين مع بعض؟ اذا ابي عدد معين من الصفحات اقدر احدد، نقدر نعدل في السيتنجز حسب اللي نبيه، وبعدين اكسبورت. راح يطلع لي ان في عندي ايرور عند صفحه 16، في عندي اوفر سيت في البيج لازم اروح اعدله، بس هو anyways راح يسوي لي البي دي اف راح يكون جاهز. فلما افتحها راح اشوف انه عندي كل هذه الصفحات، وكل صفحه بروحها لانه انا اخترت بيجز ما اخترت سامبل او سبريدز. تمام. اخر شغله اللي هي اذا انا بسوي سيف از ا باكج، اذا انا بطرش حق احد الملف راح اروح اسوي سيف از ا باكج، نفس فكره ال 3 دي ماكس، لكن الفرق هنا انه راح يعطيني فولدر. ف save as a package بختار وين بسوي، وين اسوي له save، في ديسكتوب مثلا و save، فراح يعطيني فولدر، هذا الفولدر في كل الاشياء اللي نحتاجها. نفس الارشيف بس راح يكون فولدر احنا بعدين نسوي له ارشيف.
فهذه الفولدر فيه documents font كل الخطوط اللي استخدمتها، يمكن اللي بطار شلل الجهاز ما في هاي الخطوط، راح يكون في كل اللينكس اللي استخدمتهم، صور مع البي دي اف مع الفوتوشوب مع اي شيء عندي، الانديزاين فايل والاي دي ام ال فايل والبي دي اف اوتوماتيكلي راح يسوي لي كلهم في باكج واحد. هذا الباكج بطرشه حق احد، انا لازم اروح اسوي له رايت كليك وكمبرس عشان يصير عندي ملف ارشيف، اقدر اطرشه حق اي احد كان. تمام، في اي سؤال؟ ادري وايد معلومات، لكن اذا تطبقونهم راح تشوفوا انه وايد سهل البرنامج، ما يبي له شيء، بس امشوا على البي دي اف اللي بحط لكم اياه الحين في بلاك بورد، طبقوا هاي الاشياء، لان المره الجايه راح نخلص باقي الستبس ونكون خلاص خلصنا. اوكي، بروجكت 4 اوريدي نزل اونلاين، واللينك الفيديو حق دكتور نور تشرح لكم فيه الفيديو، وما بشرح لكم اياه الحين عشان ما اخركم، بس هو بيسكلي بتسوون بروشور حق شركه وتسوون ديزاينها. تمام، اوكي.